حملة إغاثية تسبق شهر رمضان المقبل لنازحي مخيم حسن شام الثاني شرقي الموصل، نفذتها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين. فريق المنظمة الإغاثية ما زال يسابق الزمن للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين لمساعدات أساسية عاجلة فقدوها كما فقدوا منازلهم بسبب الحرب. بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين تقوم منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بتوزيع السلات الغذائية والمصاحف القرآن الكريم بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وكذلك أكياس الخبز على العائلات النازحة من مناطق مختلفة من محافظة الموصل إلى مخيمات الخازر. نحن الآن في مخيم حسن شام الثاني يوتو. أكثر من 1050 أسرة في مخيمات الخازر قدمت لها المساعدة، لا سيما بعد تضرر هذه الأسر جراء الأمطار والفيضانات الأخيرة التي اجتاحت خيامها. العائلات بدورها عبرت عن شكرها لمنظمة أم القرى على جهودها المتواصلة في إغاثة النازحين منذ أكثر من عامين. نشكر هذه المنظمات اللي وزعتنا مساعدات ودارت بها علينا وساعدتنا بكل جهودها، كف الله عليها وزعونا، ما خلوا معنا قصرا. منظمة أم القرى وهيئة علماء المسلمين جزاهم الله خير على هذه المساعدات. نشكر أم القرى وجزاكم الله خير، وإحنا ممنونين منكم ونشاكركم حلوما، يعني هالمساعدة جبتوها بوقتها، فعلا احنا هنا جوعانين وما عندنا شيء. الله يخليكم، الله يعافيكم، يرحم والديكم، ما شاء الله مو مخلين قصره، الله يخليهم، والله خادمينا فوق اللازم. وتشهد جميع المخيمات على اطراف الموصل عودة عكسية ملحوظة لعشرات العائلات النازحة بسبب عدم تمكنها من العيش في منازلها المدمرة التي عادت اليها من هذه المخيمات، بجانب انعدام فرص العمل التي من شأنها أن توفر رغيف الخبز للأسر وأطفالهم، فعاد أغلب النازحين إلى هنا لضمان لقمة عيش تدفع عنهم وعن أطفالهم شبح الموت جوعاً.